نبدأ. مساء الخير، أهلا بالحضور جميعا. النهاردة ده تاني scientific meeting بينظمه مجمع أستاذ دكتور هشام ساكت للتعليم المتطور بالقصر العيني في سلسلة أو series من الـ online science meetings تحت عنوان COVID-19 What do we know after 8 months. الميتنج الأولاني كان من أسبوع وكان مع أحد أساتذة الأمراض الصدرية وتكلمنا فيه على COVID-19 and updated overview. النهاردة بيشرف الـ LRC بالحضور أستاذ دكتور أحمد مختار، أستاذ التخدير ورعاية المركزة الجراحية وعلاج الألم. ودكتور أحمد الحقيقة هو غني عن التعريف، إن شاء الله هيكلمنا النهاردة عن الـ Critical Care Management of patients with COVID-19. More questions than answers. قبل ما نبدأ مع دكتور مختار، أنا هستأذن بس الحضور إن الجميع يعمل لنفسه سويتش للأوديو، كل الأوديو تبقى سويتشت أوف. أي سؤال حضراتكم عايزين تسألوه من فضلكم اكتبوه في الشات أريا، وإحنا هنسأله لدكتور أحمد مختار بعد نهاية المحاضرة. بعد ما تنتهي الأسئلة، لو حد عنده أي point of discussion من فضلك يعمل الساين بتاع raise hand، وإحنا هنديله الوقت الكافي إن هو يسأل. شكرا لكم وتحياتنا من الـ LRC. دكتور مختار اتفضل. دكتور مختار unmute yourself. Thank you. Okay. كده واضح البرزنتيشن ظهرت؟ ايوه يا دكتور مختار كويس. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده ان شاء الله هنتكلم عن الكريتيكال كير مانجمنت اوف كوفيد 19 مور كويستشنز ذان انسرز. والهدف من المحاضره دي لما كنت بتكلم مع عبير ان احنا نهايلايت ان الايفيدنس اوف ذا كوفيد 19 مانجمنت بعد 6 مانثز اور 8 مانثز ستيل there is a lot of debates around the management. فأنا هعرض الـ as a case presentation، هنبتديها من الأول خالص وهنستوب عند كل area وهنحاول نعرض الـ evidence الموجودة دلوقتي ونقول إحنا بنعمل إيه والـ evidence بيعمل إيه وهل إحنا فعلا عندنا evidence ولا لأ. هنبتدي بالـ بكيس سيناريو ان احنا عندنا 45 year old male patient admitted to the hospital with fever, dry cough and diarrhea. Patient is dyspneic with respiratory rate about 40 per minute. The saturation was 75% on room air and the COVID PCR was tested positive. ولما عملنا chest CT chest واضح ان العيان عنده bilateral infiltrates واحنا شخصنا العيان ان هو عنده COVID ARDS. ولو نبص على الليترشر نلاقي ان في دي one of the literature من جاي من الصين ان characteristics بتاعت 201 COVID positive patients حوالي 41% of the patients developed criteria اللي هي meet the definition of the criteria بتاعت الـ ARDS. يعني حوالي 40% من العيانين بتاع الـ COVID-19 اللي هو هيدميت ICU they will develop the ARDS. لما نيجي نشوف الكيس سيناريو بتاعنا، احنا هنبتدي ان عن day one الـ patient كان على الأكسجين ماسك، حطينا له أكسجين ماسك. Still, the patient is dyspneic with respiratory rate 40 per minute and saturation is 85%. Patients, بدأنا نحطه على prone position. After the prone position, the patient's respiratory rate decreased to 34 and saturation increased to 92%. ويجي هنا السؤال الأولاني، هل فعلا الـ prone position in a weak patient effective or not؟ لأن دي دايما إحنا روتيني دلوقتي في معظم العيانين بنحطهم awake proning، يعني العيان يبقى in prone position وإحنا يبقى awake وإحنا بنحطه prone على هدف إنه الساتوريشن بتاعه او الريسبيراتوري افورد يتحسن.
مفيش ناس كتير اتكلمت في كريسيرش على موضوع هل بروبوزيشن ان اويك بيشنت افكتيف ولا لا في العيانين دولت، بس انا هعرض one of the two articles published على هل they are effective ولا لا. لما نيجي نبص على الليترتشر، بص على الاستادي دي اللي اتنشرت في الجامعة، ان هو بيبصوا على البرومبوزيشن في الكوفيد 19 patient. هم جابوا 15 patients، حوالي 24 patients، وقالوا ان العيانين دولت هنقسم العيانين اللي هم tolerated برومبوزيشن، اللي هم استحملوا البرومبوزيشن اكتر من 3 ساعات، وده كان عددهم 15 عيان من 24 عيان. 6 من ال 15 دولت كانوا ريسبوندر. يعني ايه ريسبوندر؟ يعني ان هم زاد ال بي او 2 بتاعهم اكتر من 20-30% عن البيز لاين بتاعهم. لكن من الستة دولت اللي هم كانوا ريسبوندر، 3 منهم بس لما قلبناهم سوباين تاني مينتيننج الاكسجينيشن افتر سوباينيشن. يعني من 24 عيان 15 منهم استحملوا يحطوا برون لمده 3 ساعات او اكتر. من ال 15 دول 6 بس اتحسنوا كاكسجينيشن. من الستة دولت 3 منهم لما رجعوا سوباين بوزيشن الاكسجينيشن بتاعهم مينتيند. الحاجه اللي كانت في الاستادي دي ان الستة بيشنت اللي هم ما حصلهمش توليريشن للبوزيشن، 5 منهم احتاجوا ميكانيكال فنتيليشن. يبقى الاستادي دي فيها حاجه مهمه قوي بتقول لنا، اول حاجه ان البرومبوزيشن هو مش افكتيف الا في سمول بارت اوف ذا بيشنت. مش كل الناس اللي احنا نتوقع ان البرومبوزيشن هيشتغل فيهم بدرجه كويسه. هنا الاستادي بنتكلم على 25%، في استادي ثانيه احدث منها شويه بتتكلم على 50%. بس المسج الاهم من القصه دي كلها ان الناس اللي هتفيل بروننج عندهم باد بروجنوزز. يعني البرومبوزيشن مش مشكلته قوي ان هو هيحسن الاكسجينيشن ولا لا، بس احنا ممكن ناخد منه مسج ان اللي هيفيل بروم اويك برون ان هو يستحمله او يتحسن منه، ده غالبا البروجنوز بتاعه هيبقى فيري باد. يبقى ده اول سؤال بنساله. ونرجع تاني للكيس بتاعتنا، البيشنت على ماسك اوكسجين كان 15 لتر، الساتوريشن بتاعته 85%، ريسبيراتوري 35 بير مينيت، العيان هيموداميكلي ستيبل، اند الديسيجن واز تو ستارت نون انفيزيف ريسبيراتوري سبورت. نيجي الاسئله اللي هي تخص النون انفيزيف ريسبيراتوري سبورت، هل احنا المفروض ننتيبيت العيان ده بدري ولا نستنى عليه؟ يعني وانس العيان بقى حصل له فيلير، هل وي جو فور انفيزيف ميكانيكال فنتليشن اور وي شود ستارت باي نون انفيزيف اند ويت فور نون انفيزيف فنتليشن؟ ده اول سؤال. ثاني سؤال، لو قررنا نحطه على نون انفيزيف فنتليشن، ايه هو البيست مود او بيست موداليتي اوف نون انفيزيف ريسبيراتوري سبورت؟ ثالث حاجه، لو قررنا نشوف هل هو السي باب احسن ولا الباي باب احسن؟ كل دي اسئله بتدور في دماغنا، بس هتعالى نجاوب عليها واحد ورا واحد. اول حاجه، هل شود وي، تعالى نشوف السؤال الاول، هل احنا المفروض ننتبه العيان بدري ولا نشوف نحطه على اللونج فيزيف ريسبيراتوري سبورت؟ الصراحه السؤال ده فيري ديفيكلت تو انسر، لان الليترشر فيها فيري فاريبل. تعالوا نعرض على اول ستادي، دي اتنشرت في نيويورك في سياتل، وقالوا ان من 24 عيان كان كونفيرم بكوفيد، الناس اللي هم حطوهم على نون انفيزيف ريسبيراتوري سبورت كانوا زيرو، ولا واحد اتحط على نون انفيزيف ريسبيراتوري سبورت. يا اما هو خد اوكسجين ثيرابي، يا اما هو اتحط على انفيزيف ميكانيكال فنتليشن، ما حاولوش يحطوا ولا عيان على نون انفيزيف ريسبيراتوري سبورت. دي واحده من الاستادي. استادي ثانيه اللي هي اكبر استادي اتنشرت في تقريبا في ايطاليا، دي كانت على 1591 عيان. من ال 1590 عيان دوت 11% بس هم اللي اتحطوا على نون انفيزيف فنتليتوري سبورت. استادي احدث منهم شويه، ودي كانت منشوره من كام اسبوع في الكريتيكال كير، دي طالعه من اليابان، لو ان 33% من البيشنتس احتاجوا نون انفيزيف ريسبيراتوري سبورت. ده يقول لنا ايه؟ يقول لنا ان مفيش كونسنسس واضح هو الناس بتنتيبيت ذا بيشنت ولا بتحطهم على نون انفيزيف ريسبيراتوري سبورت. يعني there is no evidence which is better، النون انفيزيف فنتليشن ايرلي ولا الانفيزيف فنتليشن ايرلي. كل واحد شغال بالبروتوكول بتاعه، بس مفيش كلير ايفيدنس في الليترشر مين احسن من مين. بس الحاجه المهمه جدا في اخر الاستادي اللي انا بعرضها دي،
لو حاجة غريبة جدا، لو إن المورتاليتي في النون انفيزيف جروب كانت حوالي 41%، لكن في الانفيزيف جروب كانوا 92%، which is mean it's doubled. ودي معناها إن هل فعلا النون انفيزيف فنتليشن بيقلل المورتاليتي، ولا هل العيانين اللي دخلوا على الانفيزيف فنتليشن كانوا حالتهم أوحش وده اللي وحش المورتاليتي؟ وي دونت نو، بس دي جاست عرض للداتا ان النون انفيزيف جروب كانت المورتاليتي بتاعتهم اكتر من العيانين اللي هم على الانفيزيف فنتليشن. يبقى اول سؤال بيتقال هل ان احنا ننتبيت العيان بدري ولا لا؟ وي دونت هاف ايفيدنس، بات وات اور براكتس از وي ار يوز في الاول نون انفيزيف فنتليشن اند وي ار ديلينج ذا انفيزيف فنتليشن till the patient fail in non-invasive ventilation. ده البراكتس بتاعنا، بس ما فيش ايفيدنس دير مين احسن من مين. طب تاني سؤال، هي هو اكتر الاكتر نون انفيزيف فنتيلاتوري نون انفيزيف سبورت؟ الصراحه في كذا موداليتي نون انفيزيف فنتيلاتوري سبورت، زي الهاي فريكوانسي نيزل كانيولا، ودي ريكومندد بال WHO بال European Society of Intensive Care CTSD China والاستراليا نيوزيلاند Intensive Care Society، كل دولت بيريكومند الهاي فلو نيزل كانيولا. في سوسايتي بتريكومند السي بي اب ماسك زي برضو ال WHO وال NHS وال EPO دي في ايطالي. في ناس بتريكومند حاجه اسمها هيلمت، الهيلمت ده عباره عن زي يعني خوذه كده زي خوذه الموتوسيكل يعني، وجواها بيخش لها source of oxygen and air بيعمل pressure، وفيها valve بيتحكم في البريشر اللي جوه الخوذه اللي العيان بيلبسها دي، فدي بتدي سي باب اونلي، فدي ريكومندد من بعض السوسايتي. فاللي احنا عايزين نقوله ان مفيش ايفيدنس هو مين احسن، هل هاي فلو احسن ولا السي باب احسن ولا الهلمت احسن. اخر سؤال، هل المفروض نحط سي باب ولا نحط باي باب؟ والسؤال ده عشان اجاوبه لازم نرجع شويه لبعض الفيسيولوجي اللي احنا عايزين نشوفه للعيانين دولت، هو ايه مشكله العيان اكشولي. لما نيجي نبص على في تعبير الناس دلوقتي مهتمه بيه حاجه اسمها سيلف انديوز لونج انجري، لما العيان يتنفس سبونتينيوس بريدنج وهو عنده لونج انجري ده بيزود اللونج انجري اكتر. لما نيجي نبص على الرسمه اللي على الشمال دي، الرسمه على الشمال دي ده عيان بياخد ده عنده لونج انجري بس بيتنفس وداوت سبونتينيوس بريدنج. لما نيجي نبص على اللونج انجري بتاعته دي اللونج انجري بتاعته، لما نبصوا على نفس العيان لما بيتنفس عنده لونج انجري بس بقى ياخد سبونتينيوس بريذنج جامد ويبان ازاي؟ بقاسوا الاسوفجيال بريشر، السوينج في الاسوفجيال بريشر العنيف قوي ده، ده معناها ان العيان بياخد فيجوريس ريسبيراتوري ايفورت. لما نيجي نبص على منظر اللونج انجري، اللونج انجري زادت جامد قوي. ده معناه ايه؟ معناه ان العيان اللي هو عنده اكيوت لونج انجري وبدا ياخد spontaneous breathing vigorously ويعمل vigorous respiratory effort، ده بيزود ده بيزود الفرصه ان يزود اللونج انجري اللي عنده اللي هي اوريدي موجوده. فعشان كده السيلف induced لونج انجري ده بقى حاجه الناس كلها يعني اوير بيها، وبتخاف ان العيان يبقى دايما عنده spontaneous respiratory effort فيزود اللونج انجري. فلو احنا تخيلنا ان عندنا 3 types of patient، اول عيان ده العيان اللي بياخد spontaneous breathing جامد قوي، البندلف موفمنت او السايكليك موفمنت بتاع الالفيولاي اللي بتفتح وتقفل جامد قوي، ده بيزود اللنج انجري اللي هي موجوده عند العيان. لكن العيان اللي في النص حطينا عليه سي باب، وانس ان انا عملت سي باب وهو على سبونتينيوس بريدنج، ده بيقلل جدا السايكليك اوبننج اند كلوزنج بتاعه الالفيولاي، فبيقلل اللنج انجري. العيان الثالث بدل ما احط له سي باب حطيت له سي باب وبريشر سبورت اللي هو الباي باب، فالبريشر سبورت بيزود اكتر الاكسبانشن بتاع الالفيولاي، فدايما بيزود اللنج انجري زي بالظبط عيان سبونتينيوس بريدنج. ده نفهم منه ايه؟ ان العيان اللي في النص اللي هو بياخد سي باب بس هو المفروض ثيوريتيكالي اللي هيبقى البيتش الماتش بيتر موداليتي علشان نعمل نون انفيزيف ريسبيراتوري سبورت. لكن برضو اجين ده مفيش ايفيدنس، ده جاست ثيوريز من الفيسيولوجي بتاعه قصه السبونتينيوس او سيلف انديوز لونج انجري. دي
نوصل نكمل الكيس بتاعتنا. العيان على سي باب 10 سنتيمتر ووتر، الاف اي 2 60%، الساتوريشن 93%، الاكسجينيشن 90 مليمتر مركوري، ريسبيرتوري 26 بير مينت، اند ذا بيشنت از هيمودينامكلي ستيبل. And the lab, the patient total oxytic count is 8,000, CRP is 150, ferritin 1,500, LDH is 670, and D-dimer is 1.5 milligram. So the question is, anticoagulation with this patient, should we add an anticoagulation في العيان ده ولا لا؟ أول حاجة، هل العيان ده محتاج anticoagulation ولا لا؟ طبعا لما نيجي نبص على literature في العيانين دولت، واحده من اكبر السيريز اللي اتنشرت على الثرومبو امبوليك كومبليكيشن في الكوفيد 19 بيشنت، على 184 عيان كان عندهم سيفير كوفيد 19، بنلاقوا ان 1/3 اوف ذا بيشنت ديفلوب، تلت العيانين حصل لهم ثرومبو امبوليك ديزيز، which is very large percentage من اي كريتيكال ايل بيشنت. يبقى الانسر for this question clearly, yes, we need to anticoagulate these patients. The second question is, is there any specific marker that denote high risk patient? هل عندنا marker معين نقول العيان ده at risk أكتر من الثاني؟ طبعا كل الناس interested بالD dimers, which is, yes, it's very useful إن احنا نبص على الD dimer في العيانين دولت، لأن الD dimer denote what? Denote إن هو حصل fibrin deposition وحصل degradation للfibrin. يعني actually ان الكواجيليشن كاسكيد بتاع ال البيشنت بدا. لكن لما نيجي نبص على الليتريتشر اكشوالي على موضوع الدي دايمر، لاقي ان الليتريتشر لو نعمل اوفر فيو كده على الليتريتشر، لاقي ان الناس اللي هم السيفير والنون سيفير فيري فاريبل difference في الارقام. يعني فور اكزامبل الستادي دي لقت ان difference لما العلماء 2.4 versus 0.5 non severe، هنا لو ان هو ده 5 versus 0.6، هنا بيتكلم على اكتر من 1، هنا بيتكلم على ارقام كبيره قوي 19 و20 وهكذا. فما فيش الليترشر مش واضحه بالظبط هو الرقم انهي رقم معين اللي هو نقول عليه العين ده فعلا ده بعديه الريسك اوف ذا انتيكواجيليشن سوري ثرومبو امبوليزم هيزيد في العينين دولت. في one of the study لما بصوا على يحاولوا cut off value، قالوا ان cut off value اكتر من 2.6 السنسيفتي بتاعته 89% وسبيسيفتي 55%، which is حاجه مش هايله قوي ان هي تقول ان فعلا هو ده الرقم اللي هو الماجيك نمبر اللي انا بعديه هقلق ان العين ده يخش في ثرومبو امبوليزم ولا مش هيخش في ثرومبو امبوليزم. فعشان كده، هل في سبيسيفيك ماركر دينوت هاي ريسك بيشنت؟ ايوه دي دايمر مي بي هيلفول، بس مشكله دي دايمر ان مفيش كلير كات اوف فاليو للدي دايمر بعديه اقول العيان ده فعلا الريسك بتاعه عالي جدا. السؤال الثالث هو ايه الايديال انتي كواجلان دوز؟ اند ذيس از فيري فيري ديبيتبل ان ذا ليتريتشر. لما نيجي نبص على الاستادي دي، لو ان العيانين اللي بيتحطوا على روتين فينا ثرومبو امبوليزم، الروتين ثرومبو امبوليزم الانسيدنس اوف دي في تي بتاعتهم 84% which is very high. يعني لو عيان اتحط على روتين بروفيلاكسيس، ده العيان الكريتيكال ايل بيشنت مش العيان، ده العيان اللي هيحتاج اي سي يو كير. لو ان 84% من العيانين دولت هيديفلوب دي في تي على روتين بروفيلاكسيس، فا اتس يس ان سيفير كيس ادميتد للاي سي يو ادمشن لازم الدوز بتاعت الانتي كواجلانت تبقى اكتر من البروفيلاكتيك. بس هو اكتر قد ايه؟ يعني هل نديها ثيرابيوتيك ولا نديها قد ايه؟ ده ديبيتبل ايشو ما اتحلش لسه في الليترشر اكشولي. ولما نيجي نبص على كل الاستاديز اللي اتنشرت اتش از ان اكسبرت اوبينيون، هم رايهم لو انت عندك ايفيدنس اوف ذا ثرومبو امبوليزم كلير، عندك دي في تي او عندك بالمونري امبوليزم متشخصه باي موداليتي، لو الاجابه از يس روح على طول للثيرابيوتيك دوز اوف ذا انتي كواجليشن. لكن لو انت ما عندكش كلير ايفيدنس للثرومبو امبوليزم، يعني جاست انت عندك كريتيكال بيشنت، انت ممكن تستخدم واتس كولد انترميديت دوز اوف ذا انتي كواجليشن. انترميديت دوز اوف ذا انتي كواجليشن هي الدوز اللي بتوين البروفيلاكسيس اند ثيرابيوتيك. يعني فور اكزامبل في الانوكسبرين مثلا هندي 0.5 ملي جرام بالكيلو جرام افري 12 اور، هو المفروض الثيرابيوتيك دوز 1 ملي جرام بالكيلو جرام افري 12 اور، ده هندي نص الجرعه المفروض الناس تاخدها.
طيب احنا بنعمل ايه اكشولي؟ احنا بندي ثيرابيوتيك دوز، ما بنديش الانترميديت. دي اور بروتوكول. بس هل اور بروتوكول ده از باكد باي اني ايفيدنس؟ لا، ما عندناش ايفيدنس قوي ان احنا كل عيانين تاخد ثيرابيوتيك دوز اوف انتي كواجوليشن. يبقى وات ذا ايديال دوز اوف انتي كواجولانت؟ ما عندناش ايفيدنس لاي دوز ويتش از ويتش. احنا مستنيين بعض الراندمايز كنترول ستادي علشان تحسم الدوز اوف انتي كواجوليشن. اخر سؤال، for how long should we continue the anticoagulation؟ لغايه قد ايه نقدر نستخدم الانتيكواجوليشن؟ السوسايتي بتاعت الامريكان سوسايتي اوف هيماتولوجي بتتكلم على ان احنا محتاجين اتليست من شهر لشهر ونص بوست هوستال ديسشارج. دي جنرال ريكومنديشن على فكره لاي عيان ميديكالي بيشنت اكيوت ميديكال ايشن ات هاي ريسك اوف دي في تي. هي مش مخصوصه لسبيسيفيك للكوفيد بيشنت، بس هم اكستندنج الريكومنديشن للكوفيد بيشنت. فالاجابه از ان احنا بنكستند البروفيلاكسيس بعد ما العيان يطلع من المستشفى من شهر لشهر ونص. طيب نرجع للعيان تاني، البيشنت اون سي باب، الساتوريشن بتاعه 93%، سي باب ريكويرمنت زادت، ده دي 2 بالنسبه لنا، الاوكسجينيشن 90 ملليتر مركري، ريسبيراتوري 26 per minute, hemodynamic is stable, and the decision was to start steroid therapy. And the question is اللي هو ليه علاقة بالستيرويد، هل فعلا patient بيجيت بنفيت من الكورتيكوستيرويد؟ أول سؤال. Does the type of the steroid matter؟ يعني ادينا له سوليمدرول، ادينا له ديكساميثازون، وات ايفر، ده فارق في الاوتكم يعني ولا لا؟ طب هو ايه الايديال دوز بتاعت الستيرويد؟ And when to start? These are the four questions that I think it is very يعني complicated. وحبدأ بأسهل سؤال، does this patient get benefit from the corticosteroid؟ طبعا كلنا يعني إلى حد كبير عارفين what's called the recovery trial، اللي هي مبارح بدأت تتنشر أول جزء منها، اللي هي اتنشرت في New England Journal of Medicine مبارح الجمعة، وكانت بتتكلم على dexamethasone in hospitalized patients with COVID-19. ولما نيجي نبص على الريزلت بتاعه الريكفري ترايل، لو ان العيانين اللي احتاجوا اوكسجين ثيرابي الديكساميثازون قللت المورتاليتي 18%، والعيانين اللي احتاجوا ميكانيكال فنتيلاتوري سبورت قللت المورتاليتي 36%، which is very huge reduction in the mortality. ولو احنا نترجم بلغه احصائيه، لو انا هعدي الديكساميثازون لعيان على اوكسجين ثيرابي، انا ممكن امنع مورتاليتي لكل 25 عيان هيحتاج ياخد ديكساميثازون. لكن العيان على فنتليتور، لو انا هدي 8 عيانين على فنتليتور ديكساميثازون، هقدر امنع 1 كيس اوف ذا مورتاليتي ان عيان يموت. ده ان بريف ازاي اترجمها احصائيا يعني. سو يبقى اجابه السؤال ده فيري كلير، اه طبعا العيان ده هيستفيد من الكورتيكوستيرويد. نيجي للسؤال الاصعب، ايه هو التايب اوف ذا ستيرويد؟ ذا تايب اوف ذا ستيرويد ماتر فعلا؟ هل فرق ان ندي ديكساميثازون او ميثايل بريدنيزولون او بيدنيزولون؟ ده السؤال ده اكشوالي لسه ستيل ما فيهوش كلير يعني انسر. جايين نبص على ان بعض الاستاديز، بس كانت اوبزرفيشنال ستاديز، عملت على ميثايل بريدنيزولون، لكن لما مثلا العيانين خدوا ميثايل بريدنيزولون المورتاليتي فيهم كانوا 35%، لكن العيانين ما خدوش ميثايل بريدنيزولون كانت مورتاليتي فيهم 55%. ده معناه ان ستيل الميثايل بريدنيزولون او الميثايل بريدنيزولون ليه برضو افكت على الريدكشن اوف المورتاليتي، which is very logical، اللي هو برضو الاستيرويد ثيرابي. طيب لكن up till now the study دي observational study is not randomized controlled study. ف we don't have an evidence هل التايب اوف ذا ستيرويد ماتر ولا لا، we have a weak evidence جاي من observation study. السؤال الثالث، what is the ideal dose؟ لما نيجي نبص على الريكفري ترايل، الريكفري ترايل قالت انا هدي 6 مللي جرام ديكساميثازون، 6 مللي جرام ديكساميثازون ده ايكوفلنت ل 32 مللي جرام او 33 مللي جرام سوليمدرول. هل احنا في اي بنفيت لو الدوز دي زادت؟ any benefit from the higher dose ولا لا؟ الصراحه احنا لما نيجي نبص على البيشنت بتاعنا، البيشنت بتاعنا عنده سي ار بي 150، فيريتين 1500، اند ال دي اتش 670، which mean this patient
have a high inflammatory marker. And this may justify إن إحنا may require higher dose من الستيرويد. لما نيجي نبص على إزاي الناس بتدي ميثايلبريدنيزولون for example برضو دي ما عليهاش أي اتفاق. For example الستادي دي بيدوا الميثايلبريدنيزولون إزاي؟ بيدوا 0.5 ملي جرام بير كيلو جرام in two divided dose يعني 1 ملي جرام بير كيلو جرام per day لمدة 3 إلى 7 أيام. ده الريجيمين بتاعهم. في حين الاستادي دي بتدي الاستيرويد بطريقه مختلفه خالص، بتدي اول يوم بتدي 125 ملي جرام كل 6 ساعات وبعد كده بتنزل 60 ملي جرام كل 12 ساعه to be tapered over 10 days. فما فيش كونسنسس واضح هو ازاي الميثايلبريدنيزولون ده بيتاخد وجرعته قد ايه. احنا كايرو يونيفرستي البراكتس بتاعنا براكتس ان احنا بندي من 1 to 2 ملي جرام بير كيلو جرام بير داي to be tapered بعد شويه according للبيشنت كونديشن. هل الدوز دي appropriate؟ هل الدوز دي كبيرة؟ We don't know. This is our protocol. So what is the ideal dose? We don't know. From the recovery trial, they are 6 milligram once. But هل دي ده dexamethasone؟ هل دي بس الدوز؟ هل لو الدوز قليت هيبقى فيه benefit أكثر ولا لا؟ ما نعرفش. طيب when to start, which is very important. هل نبتدي steroid very early ولا نبتدي steroid لما العيان يبقى more and more severe؟ لما نيجي نبص على ال recovery trial لما بصوا على البيشنت اللي محتاجوش اكسجين خالص لو ان مفيش اي mortality benefit من ان انا اديله ستيرويد وده معناه ايه؟ عيانين اللي هم mild cases it seems that the steroid should be given only in the patient will become hypoxemic يعني بس العيان اللي هيحتاج oxygen therapy او هيحتاج mechanical ventilation ده اللي هيستفيد من الستيرويد. مش كل العيانين اللي هم حي اللي هم تشخصوا كوفيد should we start steroid whatever type of the steroid عشان بس الناس تبقى فاهمه هو الاسترويد بينفع فين وما بينفعش فين. طيب ال patient still on day 3 on CPAP 10 سنتيمتر water FiO2 6% saturation is 94% الاكسجينيشن 80 ملليمتر mercury respiratory rate is 28 per minute steroid started at 1 dose 1 milligram per kilogram per day. لما نيجي نبص على اللاب بتاع البيشنت ال TLC 7000 CRP 170 ferritin 2500 ال LADH 1000 and D dimer is 2.5 milligram. And the question is should we start or should we give tocilizumab or not? Tocilizumab is the interleukin 6 inhibitors اللي هو اسمه في السوق الاكتمرا. هل احنا محتاجين في العيان ده بعد ما خد الاسترويد ولقينا من المنظر ده هل محتاجين نديله اكتمرا ولا لا؟ وده منظر ال السي تي اللي هو في اول الادميشن والسي تي اللي بعد داي 3 واضح جدا ان في بروجريشن للديزيز في داي 3 عن داي 1. فالسؤال هل نحتاج ندي توسيلزيماب ولا مش محتاجين ندي الدراج ده؟ لما نيجي نبص يعني عايزين نسال سؤالين بالظبط في التوزيلزيماب. هل العيان فعلا بيجيت بنفيت فروم ذيس دراج اور نوت؟ نمره واحد. نمره اثنين امتى نبتدي؟ وين تو ستارت؟ لما نيجي نبص على الليترشر وكلها اوبزرفيشنال ستادي مفيش لغايه دلوقتي راندمايز كنترولد ستادي طلعت وبوضوح تقول ان ذيس دراج از بنفيشال ذيس اونلي اوبزرفيشنال ستادي. لما نيجي نبص عليها التوسيلزيماب بيقلل انفلاماتوري سايتوكاينز بيقلل النيد اوف ميكانيكال فنتيليشن وبيقلل مورتاليتي. بس تاني احب اوضح ان دي all these studies are observational وعشان احنا observational study دي at risk of bias في الكونكلوجن بتاعها. يعني ممكن الكلام ده كله لما نيجي نعمل randomized controlled study يظهر ان هو فعلا ما ملوش اي افكت. طيب لما نيجي نبص على الستاديز اللي راننج دلوقتي في 3 لارج ستاديز مستنيين نتيجتهم عشان يحسموا امر التوسيلزيماب. حاجه اسمها كوفكتر ترايل وحاجه اسمها ريمدكتر ترايل وحاجه اسمها ريكفري ترايل. طبعا احنا عارفينها ريكفري ترايل فيها كذا ارمز. وان اوف ذا ارم اللي هم وان اوف ذا ارم اللي هو بتاعت الدكساميثازون ده خلص خلاص ونشر نتائجه. واحد من الارم بتاعهم بيشتغل على التوسيلزيماب ويشوف اذا كان افكتيف ولا لا. الريمدكتا ترايل بيدي التوسيلزيماب مع الريميدي سيفير علشان يشوف الكومباين افكت بتاعه هل ليه افكت ولا لا. فلغايه دلوقتي الثلاثه ترايلز دولت مفيش نتائج ليهم. لما نشوف نتائجهم نقدر نحسم بشكل واضح. ف it seems there is benefit but we need to wait for randomized control trial. Our practice we give توسيلزيماب very aggressively for most of our patients. يعني لو انا عايز اتكلم بالارقام تقريبا
80% من العيانين نحتاجوا نون ريسبيراتوري سبورت وذر نون انفيزيف اور انفيزيف خدوا عندنا توسيليزيماب. فروم اور بوينت اوف فيو ذيس دراج از فيري افكتيف. لكن ذيس از جاست اجين اتس ان اوبزرفيشنال لكن بيزد اون ايفيدنس وي ستيل نيد راندومايزد كنترول ستدي تو كونفيرم ذيس اوبزرفيشن. السؤال الثاني لحظة بس عشان احنا السؤال الثاني امتى نستارت الدراجز امتى نستارت التوسيلينزيماب. لما نيجي نبص على الناس في الليتريتشر بتدي توسيلينزيماب الستادي دي من اكبر الستاديز اللي اتنشرت في اللانسيت روماتولوجي نشرت من كام اسبوع اتعملت على 179 عيان خدوا توسيلينزيماب ضد 365 عيان ما خدوش برضو دي اتس ان اوبزرفيشنال ستادي. كانوا بيدوا توسيلينزيماب كانوا بيدوا بحاجتين ساتوريشن و بي اف ريشيو بلس ان هم يتاكدوا ان عيان ما عندوش بكتيريال انفكشن. ذيز ار تو انديكيشنز اللي هم بيخلوهم يعملوا في البروتوكول بتاعهم ان هم يدوا توسيلينزيماب. لكن في ستادي ثانيه مثلا دي ما اتنشرتش دي جاست في الميدل كسيب دي ده سايت المفروض ان هو مش بير ريفيود بس الناس بتنشر فيه الستاديز بدري شويه قبل ما تنشرها في حاجه في بير ريفيود. قالوا دي كانت من اي ثينك دي من جامعه في امريكا اللي هي يا اما ماونت سيناي يا اما اللي هي ميشيغان يونيفرسيتي. هم عندهم البروتوكول بتاعهم ان هو لو عنده ابنورمال تشيست اكس راي العيان وعنده رابيد وورسن في جاز اكستشينج وعنده ابسس اوف بكتيريال انفكشن وليفيتد انفلاماتوري ماركرز دي انديكيشن ان الناس دي تبتدي ان هو ده انديكيشن ياخد التوسيلينزيماب از انتي انفلاماتوري دروجز. طيب ازاي نتاكد من هل في كات اوف فاليو للانفلاماتوري ماركرز عشان نقول ان العيان ده محتاج توسيلينزيماب او لا؟ دايما احنا مغرمين بقصه او بنسمع كتير حاجه اسمها سايتوكاين ستورم. اكشوالي مفيش ديفينيشن واضح يعني ايه سايتوكاين ستورم. لما نيجي نبص على الايديتوريال ده اللي اتنشر في الجامعة which is very interesting قارن بين العيانين اللي عندهم كوفيد اي ار دي اس من العيانين اللي ما عندهمش كوفيد اي ار دي اس. يعني هو ده في تو جروب اي ار دي اس كوفيد واي ار دي اس نوت كوفيد. الانترستنج ثينج لما نيجي نبص على الانترليوكين 6 as a marker of the what's called cytokine storm or hyper inflammatory response العيانين الكوفيد اللي عندهم اي ار دي اس كانت الانترليوكين 6 بتاعتهم ارقامهم اقل بكتير جدا من العيانين اللي ما عندهمش كوفيد بس برضو دخلوا في ار دي اس. ده معناها ان مش بس السيتوكاين او الانفلاماتوري ماركرز العاليه جدا او الانترلوكين 6 هو اللي بيحدد هو العيان ده سيفير اور نوت. في سمثينج ايلس احنا لسه لغايه ما نعرفش الانتر اكشن اللي بيحصل بين الانفلاميشن في الفيسلز مع الكاسكيد بتاع الانفلاماتوري ريسبونس عشان يزود قصه الدامج اللي بتحصل في اللنج. فالمسج هنا ايه؟ المسج ان ما حدش ياخد انترلوكين 6 از يعني هو الوحيد اللي يقول هو العيان ده فعلا محتاج اكتمرا او محتاج توسيلينزيماب ولا لا. لان احنا ما عندناش كات اوف فاليو واضحه للانترلوكين 6 ان هو بعديه يقضي اكتمرا ولا بعد ما قبليه يقضي اكتمرا. يبقى وين تو ستارت؟ يو دونت هاف ان ايفيدنس. جاست ايه البروتوكول بتاعنا؟ البروتوكول بتاعنا عيان حصل له وورسنج في هايبوكسيميا progression في الايمجنج بتاعته بلس اور ماينس انكريز انفلاميشن اللي هي مالهاش ديفينيشن واضح لغايه دلوقتي عندنا. نكمل عيان البيشنت ستيل نيد انترميتنت سي باب 10 سنتيمتر ووتر الاف اي 250% ساتوريشن 96% الاوكسجنيشن 100 مليمتر ميركي الفات ريت 26 بير مينت. الاسترويد بدات على دلوقتي على 0.5 ده دي 7 الاسترويد 0.5 ملي جرام بير كيلو جرام بير دي والعيان خد 2 دوزز اوف توسيلينزيماب. طيب السؤال هل العيان ده ودي الانفلاماتوري ماركرز بتاعتنا هل نحتاج ندي العيان ده كونفاليسنت بلازما ولا لا؟ which is very debatable issue لغايه دلوقتي هل العيان ده فعلا محتاج كونفاليسنت بلازما ولا لا؟ طيب هل العيان ده فعلا in general هل في benefit من convalescent plasma؟ نمرة واحد. والسؤال الثاني امتى نستارت convalescent plasma؟
لما اجي بص على الاستادي الوحيده اللي كانت راندومايزد كنترولد ستادي اتنشرت في الجامع على ايه العيانين، كان 52 عيان خدوا كونفاليسنت بلازما، 51 عيان ما خدش كونفاليسنت بلازما. المين فايندنج ذا ستادي ان هو مفيش ديفرنس بين ذا تو جروبس، ده المين فايندنج، يعني الستادي دي نيجاتيف ستادي. بس لما تيجي نبص على الاناليسز اللي جوه الجروب، في بعض العيانين استفادوا في الكونفيرجن بلازما. لما جه مقسموا الجروب دي اللي هو خد البلازما لسيفير كيسز ولايف ثريتنج كيس، السيفير كيس اللي هو العيان على اكسجين بس والساتوجين بتاعه قليل، ده في سيجنيفيكانت ريت اوف امبروفمنت اوف الاكسجينيشن. لكن العيان اللي وصل لمرحله لايف ثريتنج ده انتيوبيتد او شوكد او وات ايفر، العيان ده مش هيجيت بنفيت فروم ذا بلازما. يبقى معنى كده ايه؟ بالرغم ان الاستادي دي كلها هي نيجاتيف استادي، يعني الكونكلوجن بتاعتها ان هو مفيش فايده في قصه، مفيش يعني بنفيت من البلازما، لكن ممكن نشوف ان الجروب اللي هو للسيفير كان استفاد، اللي هو جاست هايبوكسيك من غير ما يحصل له شوك او ما يحصلوش انفيزيف ميكانيكال فنتليشن، ريليتيف للعيان اللي عنده لايف ثريتنينج كيس اللي هو بقى شوك ده او كان محتاج انفيزيف ميكانيكال فنتليشن، بقى الكيس بتاعته فيري كومبليكيتد. لكن دي يخلينا نقول ان احنا ما نقدرش نكلير هل هو فعلا البنفيت ولا لا، الا ما في فاردر ايفيدنس من ستادي ثانيه غالبا هتطلع قريب برضو. طيب وين تو ستارت؟ وين تو ستارت برضو ما فيش ايفيدنس واضح. الكونفاليسنت بلازما المفروض ما تبقاش ريسكيو ثيرابي، يعني دايما الناس بتاخد البلازما ان هي لما العيان خلاص هي ويل داي وي ويل شود وي جيف بلازما ناو. من الاستادي اللي فاتت لا، المفروض البلازما لو هي هيبقى ليها بنفيت هيبقى ليها بنفيت ابيت ايرليير علشان العيان ما يخشش في كومبليكيشن، ما تبقاش البلازما هتنقذه يعني. طيب البيشنت ديفلوب سيفير هايبوكسيميا، بيشنت واز انتيويتد اند ميكانيكال فنتليتد، الساتوريشن ناو از 80% اف اي 2 100 اند بي او 2 45 ملم مركري. هل العيان ده المفروض يتحط على ايكمو ولا لا؟ نيجي على الاسئله اللي تخص الايكمو. وات ار ذا انديكيشن اوف ذا ايكمو ان كوفيد 19؟ Should we start very early or should we start late? How can we assess the risk of the patient on ECMO? And what is the worldwide outcome of the ECMO in these patients? أنا هسيب كل الأسئلة دي لصديقي الدكتور أكرم عباري. إن شاء الله هيبتدي هيقول كل إجابات السؤال ويمكن أكثر بكثير. أكرم very expert in ECMO. I think هو هيقدر يقول الكلام ده very clearly by evidence. إن شاء الله هيبقى يوم السبت الجاي المحاضرة بتاعته على ما أعتقد يعني. تصمب احنا اديس بعد 6 شهور او 8 شهور من الكرايسيس عندنا 40 مليون بيبل جوت انفكتد، وعندنا عدد الناس اللي ماتوا لغايه دلوقتي 600 الف شبني ادم. بس للاسف احنا عندنا ميني كويستشنز زي ما شفنا في المحاضره و فيري فيو انسرز. ثانك يو فيري ماتش. ثانك يو فيري ماتش دكتور احمد مختار، أستاذ التخدير والرعاية المركزة الجراحية وعلاج الألم في القصر العيني. محاضرة ممتعة جدا يا دكتور أحمد. Thank you. في 2 question لغاية دلوقتي أنا هقولهم، ولو أي حد من الحضور عنده أنا ممكن أقفل الشيء. Raise the hand in front of you. نعم أنا هقفل الشيء بقى ماشي. طب انا كان ليا سؤال. ثانيه واحده بس لحظه، مين مينا مش كده؟ دكتور مختار في سؤال في الشات كان مكتوب فيه. اقفل الشات ده، اقفل سوري السكرين. اوكي ستوب شيرينج. ما انا عايز اعملها بس واحده. ستوب شيرينج منين؟ هتلاقيها ساين لونها احمر جنب على السكرين من فوق. خلاص اوكي. طيب وي هاف سؤال، السؤال بيقول do we need to start anticoagulation in moderate symptoms cases؟ ما هو طبعا الاجابه is yes in moderate symptom cases، بس مهم جدا نعرف يعني ايه moderate symptoms علشان الناس برضو بتتلخبط من الكلاسيفيكيشن بتاعه المودريت اند سيفير اند مايلد كلاسيفيكيشن. المودريت سيمتوم هو غالبا العيان ده هيبقى ادميتد للاي سي يو، والمودريت لما نقول مايلد ومودريت وسيفير اتس ريليتد للريسبيراتوري سيمتوم اونلي، مفيش اي حاجه ثانيه
بتكلاسيفاي العيان لمايلد ومودريت وسيفير. يعني بمعنى العيان عنده سيفير دايريا، عنده سيفير هيديك، عنده ما اعرفش ما جسمه مكسر مش قادر يتحرك خطوتين بره السرير علشان عنده عظمه بيوجعه، بس ما عندوش اي، ما عندوش ديسبنيا، ما عندوش تاكيبنيا، دي مايلد كيس. فمهم جدا نفهم يعني ايه مايلد. المودريت كيس، وانس ذا بيشنت بدا يبتدي عنده ديسبنيا ان تاكيبنيا بس الساتوريشن بتاعته مينتين فوق 90%، this is a moderate case. Once the saturation on room air طبعا، once the saturation نزل عند 90% on the room air، this is a severe case. Once the patient intubated، this is a critical case. فالكلاسيفيكيشن لازم نفهم ان هو مرتبط ارتباط واضح وصريح بالريسبيراتوري سيمتوم اونلي، مش باي سيمتوم، عشان الناس برضو confusing في حته المايلد والمودريت والسيفير. ف if the patient has tachypnea and dyspnea and starting it may require he may require anticoagulation، especially بقى لو العيان بدا يبقى admitted to the hospital هيحتاج prophylactic dose من anticoagulation. تمام. طيب في سؤال تاني. In patient with the liver transplantation patients are receiving immunosuppressive، يعني هو مش مكتوب السؤال بس هل في اي علاقه بين العيانين اللي في العموم بياخدوا اميونو سبريسنت وبين الكوفيد؟ العلاقه بين توين اي ترانسبلانت، مش لازم ليفر ترانسبلانت، اي ليفر ترانسبلانت والكوفيد مش علاقه مش واضحه قوي. بمعنى هو المفروض اي ترانسبلانت بيشنت هو اميونو سبريس بيشنت، فهو المفروض ات هاي ريسك ان يحصل له كومبليكيشن. بس اكشوالي لما تيجي تبص على الستديز اللي منشوره او مترجله على clinicaltrial.gov، بعض الستديز بتدي الاميونو سبريسيف دراجز للعيانين دول اللي هم اوريدي عندهم، العيانين اللي هم بيجي لهم كوفيد، على اساس ان الاميونولوجيكال رياكشن هو ده المسؤول على انه العيان ديفلوب اي ار دي اس والعيان ديفلوب كومبليكيشن. فهل العيان بقى اللي ماشي اوريدي على اميونو سبريسيف دراج هل هو ات ريسك زياده ولا هو مور بروتكتد؟ وي دونت نو، ما نعرفش هو العيان ده ات ريسك ولا هو بروتكتد. بس في معلومه مهمه قوي جدا، اي دواء في الدنيا هو التايمنج بتاعه مهم جدا. بمعنى انا محتاج امتى ادي العيان اميونو موديولاتري دراجز؟ محتاج اديها لما يعدي اتليست 7 تو 8 دايز، مش بدري، مش وقت الفيرال ريبليكيشن، لان الفيرال ريبليكيشن انا محتاج اميونتي كويسه عشان توقف الفيرال ريبليكيشن. لكن بعد ما يحصل ما الفيرال ريبليكيشن فيز تخلص يبتدي الاميونولوجيكال فيز تبتدي، هنا محتاج ادي استرويد، محتاج ادي اكتمرا لو حديها. فعشان كده ممكن التوقيت هو المهم. فالعيان لو ماشي من الاول على اميونو سبريشن والاميونتي بتاعته ضعيفه، ممكن هو يخلي الاميونتي ما تقدرش تتغلب على الفيرال ريبليكيشن ويبقى الكورس بتاعه فيري اجريسيف. فعشان كده وي دونت نو، مفيش استادي واضحه هل هم العيانين دول بروتكتد ولا ات ريسك. بس ان جنرال اي ترانسبلانتد بيشنت بيعتبروا هاي ريسك جروب. اوكي طيب، وي هاف تو كويستشنز، واحد على الرول اوف ريميديسفير والثاني على الهيدروكسيكلوروكين. ريميديسفير طبعا الايفيدنس بتاعه واضح ان هو ليه بعض البنفيشال افكت، ان هو بيقلل الدايز اوف ذا ميكانيكال فنتليشن وبيقلل دايز اوف ذا ستاي، بس ما كانش ليه بنفيت واضح على المورتاليتي. وفي وان اوف ذا ستادي كانت نيجاتيف خالص، ملوش اي افكت على اي حاجه، حتى ملوش افكت على انه يعمل سيرو كونفرجن للفيروس. ففي تو ستاديز، واحده بتقول ان هو ليه بوزيتيف افكت وواحده بتقول نيجاتيف افكت. بس ان جنرال الانتي فاير يعني ريميديسفير دلوقتي هو اف دي ابروفد ان هو ليه بوزيتيف افكت وان هو المفروض يتاخد كانتي فايروس ثيرابي. الهيدروكسيكلوروكين اكشوالي هو لغايه دلوقتي كل الستاديز بتاعته نيجاتيف، حتى الريكفري ترايل وقفت الارم، هي من ضمن الارمز بتاعت الريكفري ترايلز فيها كذا ارم، من ضمنهم الديكساميثازون ومن ضمنهم ايه الموضوع والهيدروكسيكلوروكين. هيدروكسيكلوروكين خلاص وقفت. وقفت ليه؟ لان هو اثبت بالدليل القاطع نو بنفيت اوف هيدروكسيكلوروكين. حتى ال WHO وقفت الريكروتمنت بيزد على نتيجه الريكفري ترايلز، وقفت قصه الهيدروكسيكلوروكين از تيست ان هو يعملوه في السوليد، في حاجه اسمها سوليد ترايل بيعملوها برضو بيشوفوا قصه الهيدروكسيكلوروكين. ف
كهيدروكسيكلوروكين كإيفيدنس الار سي تي احسن يعني حسمت امره ان هو ملوش اي رول في كبروتكشن. في بعض الحاجات بقى لسه راننج على البروفيلاكسيس على وات ايفر ايه دي ما اتحسمش امرها بس كتريتمنت ملوش افكت. طيب هو في حد كاتب ثرومبولايسز، هل اعتقد ان هو بيسال على ثرومبوليتك ثيرابي اذا كان ليها رول او لا؟ طب السؤال على بعضه. طيب just word thrombolysis. الثرومبولايسيس طبعا معروفة ان احنا بندي ثرومبولايسيس لو عيان فعلا ديفلوب ريل بالموناري امبوليزم يعني بينا ثرومبو امبوليزم واضحة وصريحة دي معلاش خلاف حان العيان ده هياخد ثرومبولايسيس whatever سريبتوكينيز or TPA. بس هل الادوية دي مفيدة في العيانين اللي هم ما عندهمش ثرومبو امبوليزم؟ We don't know. الكيس ريبورت الوحيده اللي منشوره على تيشو بلازمينوجين اكتيفيتور ان هم عيانين اللي هم وصلوا لمرحله ريسبيراتوري فيلير وعملوا كله معاهم كل الميجر وستيل لسه هم سيفيل هايبوكسيميك ادوا ثلاث عيانين منهم تي بي اي. اكشوالي واحد ما جابش نتيجه معاه واثنين من البيشنتس دولت كان الافكت بتاعه ترانزينت يعني حسن الاكسجينيشن شويه وبعد كده الاكسجينيشن جيت ورس اجين. فهل الثرومبولايسيس at this level هو effective ولا لا؟ We don't know ان هو ملوش اي effect او يعني ما عندوش effect عيان ما عندوش thrombo embolism. انا وده اجابة السؤال اللي هو بيسأل عليه اللي كاتب السؤال ده. تمام. طيب ده the level of interleukin 6 of value to guide the treatment with Actemra. As you mentioned its level is not high in COVID ARDS in comparison to non-COVID ARDS. والله جبت السؤال واضحة ان احنا ما عندناش level value واضحة للانترلوكين 6 ان هو بيقول لي عند ده حدي اكتمرا مفيش سؤال مفيش level معين احنا بنعمله بس to confirm الانترلوكين 6 فعلا هاي. لكن هل هو في اجابة هل في level واحد واضح للانترلوكين 6 عنده انا بقول ان هو حدد ولا لا؟ لان معظم الناس اللي ادت الاكتمرا او التوسيزوماب ادتها على كلينيكال كرايتيريا rather than laboratory investigation يعني worsening of the oxygenation و progression في ال CT finding او ال radiological finding ده بالرغم ان العيان ماشي على ستيرويد ده بيدي كلو ان العيان ده محتاج interleukin 6 inhibitor. طبعا في other parameters زي الفيريتين وال LDH بس again الفيريتين والال دي اتش وال و والاذر ماركرز دولت ده عاليين بس عاليين قد ايه ما حدش عنده كات اوف فاليو. في ناس في بعض المستشفيات حتى كات اوف فاليو بس دي از بروتوكول لكن ما فيش ايفيدنس ان في كات اوف فاليو واضح بعديه ده هيحتاج اكتمرا او بعديه مش هيحتاج اكتمرا. اوكي طيب if the compliance is low as in most of patient with covid can we use a high level of beep? If a معلش تاني if the compliance is low as in most of patient with covid can we use high level of beep ممكن نستخدم بيب عالي؟ طبعا يعني هو قصه البيب دي يعني المفروض يعني على حسب الريكومنديشن ان احنا بنشوف الكومبلاينس الاول والكومبلاينس بتاعنا يعني اتس جود يبقى احنا مش هنحتاج بيب. Once the compliance بدأ يقل هنحتاج غالبا عندنا احتاج بيب عالي بس بيب عالي قد ايه؟ I think the best way to titrate the بيب يعني بتعلي البيب شويه بشويه 2 سنتيمتر باي 2 سنتيمتر وتشوف البيست كومبلاينس بيزد على البيست بيب. بعض العيانين ممكن يستفيدوا من something like recruitment maneuver لو هو الكومبلاينس فيري لو والعيان فيري يعني hypoxemic ممكن تعمل very brief recruitment maneuver لعل وعسى العيان يستفيد منه. لكن I think يعني مش يعني عدد قليل قوي من العيانين اللي احنا شفناهم اللي هو وصل لديس ستيج واستفاد من الريكروتمنت مانوفر. لكن in general العيان اللي هو low compliance غالبا هيحتاج هاي بيب. هاي بيب قد ايه؟ يعني I don't think ان احنا هنقدر يعني بنعدي اكتر من 15 سنتيمتر ووتر مفيش عيان بيحتاج اكتر من كده تقريبا يعني. طيب في سؤال why invasive ventilation has higher mortality. Is it related to dead space fraction or something else?
والله هي انا مبدئيا بس عشان اوضح دي اتس ان اوبزرفيشن، ده ما قلناش ان هو هاي هاي مورتاليتي ريت، يعني دي اوبزرفيشن من الستاديز اتنشرت في الكريتيكال كير، لقوا ان العيانين اللي اتحطوا على انفيزيف فنتليشن المورتاليتي بتاعتهم دبلد العيانين بتاع النون انفيزيف فنتليشن. في كذا اكسبلانيشن للقصه دي، اول اكسبلانيشن وده الواقعي جدا ان العيان اللي غالبا يتحط انفيزيف فنتليشن ده هو ممكن يكون عدى بكل المراحل من ضمنها النون انفيزيف وفيل، فالعيان اكشوالي هو فيري كريتيكال ايل بيشنت، هو بالطبيعي هو وصل انفيزيف فنتليشن عشان هو فيري كريتيكال، فا اتس نوت ذا كوز اوف انفيزيف فنتليشن بات راذر ذان ان ده الكوموربيد بتاعت البيشنت والستيتس بتاعت البيشنت هي اللي زودت المورتاليتي. دي ده وان اوف ذا الموست يعني ريزونبل اكسبلانيشن. الاكسبلانيشن الثاني واللي ده فعلا شفناه كتير قوي، وانس العيان بيحتاج انفيزيف فنتليشن بيحصل هيمودايناميك ديستربنس عنيف جدا في بعض في جزء كبير جدا من العيانين، وفي بعض ومعظم العيانين بيحتاجوا نور ابينفرين اول ما العيان يتحط على انفيزيف ميكانيكال فنتليشن. وعشان كده احنا دلوقتي بعيدا نستارت النور ابينفرين، لو العيان هنقرر نحط على انفيزيف ميكانيكال فنتليشن بنستارت النور ابينفرين فيري ايرلي قبل ما نقرر انتويت ذا بيشنت، لانه معظمهم بيحصل لهم هيمودايناميك كولابس. بس اي دونت ثينك ذيس از ذا كوز اوف هاي مورتاليتي ريت، لان دايما هيمودايناميك الاستاتيك بتبقى ترانزيانت ما بتبقاش حاجه يعني بريزيستنت. لكن اجين احنا ما نعرفش قوي ليه السبب اللي يخلي الانفيزيف ما كانش، واحنا عندنا نفس الاوبزرفيشن عندنا ان العيانين اللي حطوا على نون انفيزيف كان الاوتكم بتاعهم احسن بكتير من العيانين اللي حطوا على انفيزيف ميكانيكال فنتليشن. بس اجين احنا العيان بيحتاج انفيزيف ده غالبا عدى بمرحله النون انفيزيف والنون انفيزيف فيلد معاه. بس In which cases should we continue on anticoagulation and the steroid after discharge from hospital? المفروض كل عيانين based على الجايد لاين المفروض كل العيانين يكملوا على الانتيكواجلانت يعني بروفيلاكتيك دوز، ده according للامريكان سوسايتي اوف هيماتولوجي من شهر لشهر ونص اي عيان ديسشارج من الهوسبيتال المفروض يكونتينيو على الانتيكواجلانت. يكمل على الاسترويد فور هاو لونج وي دونت نو، برضه دي حاجه من الحاجات اللي احنا ما نعرفش الاسترويد المفروض لو هتكمل تكمل على قد ايه. في بعض عيان جزء كبير جدا من العيانين بتشارج وذ سيفير لونج افكشن وبيحتاجوا اوكسجين ثيرابي في البيت، يعني الناس المفروض ان هم دلوقتي بيعاملوا الناس دي يعني اتليست يعني في مصر على انهم كانوا عيانين زي انترستيشال لونج فايبروزز، فهي ويل نيد ستيرويد فور سام تايم تيل ذيس لونج ريكفر. هل البراكتس ده باكت باي ايفيدنس؟ لا مش باكت باي ايفيدنس، ده براكتس يعني لقوا ان العيانين دول لسه عندهم لونج فايبروزز فغالبا هيحتاجوا ستيرويد ثيرابي فور ا وايل اوف تايم، لكن ما عندناش اي داتا او استدي واضحه في البوست شارج من الهوستل ان العيان ده محتاج فور اكزامبل سوليبريد او الهوستل اي نوع من انواع الاسترويد مثلا فور اكس تايم، مفيش حاجه كده، هي جاست يعني اكسبرت اوبينيون. طيب patient with happy hypoxia if this type of patient is really present in our practice يعني it could be، لكن انا ما شفتش عيانين كتير قوي او انا حتى ما شفتش ولا عيان بيبقى admitted في المستشفى او في الاي سي يو وهو hypoxic and he is not tachypnic. دايما عندي دايما العيانين اللي هم admitted في المستشفى في الاي سي يو هم tachypnic at least at the start of the admission. يعني ايه؟ يعني ساعه الادمشن العيان ده غالبا بيبقى tachypnic وhypoxic. هل التكيبنيا نتيجة الهايبوكسيا ولا التكيبنيا لأن عنده مشكلته إن مش لازم الهايبوكسيا هي اللي بتنديوس التكيبنيا، وجزء من من التكيبنيا اللي بيحصل في العيانين دولت نتيجة الانفلاماتري ميدياتورز. الانفلاماتري ميدياتورز بتستيميليت ريسبتورز في اللنج، الريسبتور دي هي اللي بتعمل التكيبنيا العنيفة دي، وده يمكن يفسر ليه العيان ده لما بياخد أكتمرا او توسيزماب بيحصل ماركت امبروفمنت في الريسبيراتوري ايفورت بتاعه، وحتى ما بيحصلش امبروفمنت جامد قوي في الاوكسجينيشن، بس تلاقي الريسبيراتوري ريت اللي كانوا 35 بقى 28 بعديها على طول بعديها بيوم او يومين. هل ده نتيجه ان اللنج اتحسيت قوي كده؟ لا ما بيبقاش القصه عامله كده،
بس ديفينتلي ان الانفلاماتوري بروسيس اللي جوه العيان دي بتستيميوليت الريسبيراتوري سنتر وبتستيميوليت الريسبتور اللي جوه اللنج، فالعيان بيبقى تكيفلك. يعني عايز الخص اقول ايه، الهابي هايبوكسيميا اللي هي موصوفه دي إيه، انا الانسنس بتاعها فيري رير. معظم العيانين اللي ادميتد عندنا او شفناهم كانوا هايبوكسيك اند تكيفنك، بس الريسبيراتوري بتاعهم عالي. ما شفتش عيان كانوا هايبوكسيك بس هو ما عندوش اي نوع من انواع التكيبني، دي صعب ما لاقوهاش. لكن ديورينج ريكفري ممكن ده يحصل، بمعنى العيان ممكن يبقى هايبوكسيك بس مش تكيبني، ونلاقي العيان مثلا الساتوريشن بتاعه 85% و86% والريسبيراتوري بتاعه 25 و26. هل ده نتيجه الادويه اللي خدها، كميه الستيرويد بياخدها، كميه ما نعرفش، وي دونت نو. بس ذيس فاكت ان في عيان كتير قوي 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 في دورينج ديسشارج من اي سي يو عندهم لانج دامج مش قليل، وعندهم بريزيستنت هايبوكسيميا مش جامده، بس الريسبيراتوري بتاعهم ما بيبقاش غير 26 25. بس طبعا ده اتريست لما بيحصل اي موفمنت او اي اكتيفيتي بيعمل العيان بيبقى تكنيك اكيد. يعني طيب، is there any difference in the course of the disease in asthmatic patients on inhaled corticosteroid؟ برضه دي قصة عليها ديبيت شوية. في بعض الريبورت بتقول ان العيانين الازماتيك عن هيلد كورتيكوستيرويدز دي ان الاوتكم بتاعهم احسن من العيان اللي هو ما كانش على ان هيلد ستيرويد. هل الريبورت دي ذس اوبزرفيشن، هل ده صح ولا غلط؟ وي دونت نو، بس دي فعلا في بعض الريبورت بتقول الكلام ده. طب is there any role للانتي بليتليت ثيرابي؟ الانتي لما نيجي نبص على الثرومبو امبوليزم في ذيس بيشنت از فيري كومبليكيتد. يعني معنى ايه؟ يعني العيان الثرومبوس اللي بتتكون ده، بس انا طبعا ما جاتش فرصه ان انا اكمل شرح قصه الثرومبوس دي لان اتس فيري يعني لونج ستوري. الثرومبوس دي بيسموها انفلاماتوري ثرومبوس. يعني ايه انفلاماتوري ثرومبوس؟ يعني هي انفلاميشن، الانفلاميشن ده حصل نتيجه دامج في الاندوثيليوم، والدامج بتاع الاندوثيليوم ده عمل اتراكشن للبليتليت، ولما حصل اتراكشن للبليتليتس بقى حصل اتراكشن لل او استيميليشن للكواجليشن كاسكيد. فالثرومبوس اللي بتتكون دي بيسموها انفلاماتوري ثرومبوس، فيها بليتليتس، فيها انفلاماتوري سيتوكاينز، وفيها فايبرين ديبوزيشن. فهل الاديشن اوف ذا انتي بليتليتس هيبقى مور بروتكتيف عن الانتي كواجليشن؟ ميبي، بس ما نعرفش، لان وجود البليتليتس في القصه كلها ده بمعنى ان العيان ده فعلا ممكن يكون انتي بليتليت هيحسن الاوتكم بتاعنا، بس ما عندناش ايفيدنس فور ذات. بس الايفيدنس، بس احنا عندنا عيانين كتير قوي كانوا ماشيين على فول انتي كواجليشن وحصل بروجريشن اوف ذا ديزيز. يعني بدا على الفول انتي كواجليشن ستيل لسه بيحصل دامج في اللنج، لسه الدي دايمر بيعلى، ما عندناش حاجه ثانيه نعملها للبيشنت. فهل العيانين دول كانوا هيستفيدوا لو هو حطينا لهم انتي بليتليت ولا لا؟ ما نعرفش، المعلومه دي مش غامضه. مشكله الانتي بليتليت مع الفول انتي كواجليشن البليدنج ريسك. معروف جدا لو انت اديت فول انتي كواجليشن او هاي دوز من الانتي كواجلان، لو حطيت معاها انتي بليتليت ليس انكريز ذا بليدنج ريسك فيري هاي. فعشان كده قصه انك تحط انتي بليتليت مع عيان بياخد انتي كواجليشن بدوز عاليه فيري ريسكي. لكن اي ثينك في بعض الرننج ستاديز ناو على قصه الانتي بليتليت. طب في اي رول للبلازما فريسز ان كوفيد بيشنتس؟ برضه دي من الحاجات اللي مع الرول بتاعها مش واضح. البلازما فيريسز الريبورت الوحيد اللي كان عليها كان ايام الانفلونزا فيروس، لما حصل انفلونزا ايبيديميكس ودخل عام في اي ار دي اس. في 3 كيس ريبورتس اونلي موجودين في الليتريتشر على قصه البلازما فيريسز، وقالوا ان هو بيحسن الاوتكم فيري يعني في العيانين دول، حصل امبروفمنت جامد جدا في العيان واتشال من على الفنتليتورز. لكن مفيش بعد كده ولا كيس ريبورت ولا حتى حاجه ذكرت ان بلازما اكستشينج مي هيلب. لكن هل في ممكن يبقى ليها رول؟ طبعا ممكن يبقى ليها رول، بس نخلي بالنا من حاجه مهمه قوي، لانه لو انا هعمل بلازما فارسز انا زي ما بشيل السيتوكاينز اللي عند العيان، ممكن اشيل الانتي بودي ان الجسم بيكونها اجينست الفيروس. فمهم قوي نعرف ان بلازما فارسز هي ليها برو اند كون، ان هو بتشيل السيتوكاينز ايوه وبتشيل انتي بوديز ايوه. يعني بمعنى لو انا مثلا هعمل بلازما فيريسز، ما ينفعش مثلا ادي كونفاليسنت بلازما وبعد كده اروح اعمل بلازما فيريس، يبقى انا ما عملتش حاجه، لان انا اديت الانتي بودي من ناحيه رحت شايلهم من الناحيه الثانيه بالبلازما فيريسز. لكن لو انا عايز اعمل كومبينيشن، وطبعا ده دي حاجه مش ايفيدنس بحاجه، انا بتكلم على ثيوري، يعني
ان انا ممكن اعمل بلازما، ان انا اقابل بلازما فرز الاول نشيل السيتوكاين وبعد كده بروسيد بقصه الكونفرسيف بلازما عشان ادي الانتي بودي بعد ما اعمل بلازما فرز. لكن ان جنرال مفيش اي ايفيدنس على قصه بلازما فرز دي ان هي بتفيشه ولا. طيب في سؤال عن الانتي بايوتيك بروتوكول، وسؤال تاني بيسال على انه في البعض بيكتبوا لاينوزيليد ومارينم لبعض الحالات، يور اوبينيون. ما هو اللاين، هو الفير من ايه من قصه العينين دوت؟ عينين هما دايما بيحصل ممكن يحصل لهم سيبسس، بس لازم مهم نعرف التوقيت في السيبسس ودي سبيشن. السيبسس ما بيحصلش بدري، السيبسس في الليترشر بيحصل از ديليد كومبليكيشن. ليه يعني امتى؟ يعني بيحصل تقريبا من يوم ال 15، والرينج بتاعنا من يوم ال 13 ليوم ال 17 from the start of the disease. ده الرينج اللي بيحصل عنده الموضوع السيبسس. طيب انواع الاورجانيزم، الاورجانيزم اللي بتحصل عيان ايه؟ طبعا يحصل له جرام نيجاتيف، والام ار اس اي از افير من ان قصه يعني في الليترشر موصوفه ان بيحصل ام ار اس اي بصوره عاليه. فانت لو احنا هنكفر حاجه عشان تعالج عيان او تجارد اجينست الانفكشن، فبندخل حاجه فيها بتكفر الجرام نيجاتيف وحاجه بتكفر الجرام بوزيتيف. لكن من اللي احنا شفناه ان عدد الناس اللي هم على الاقل في مصر، طبعا بتكلم على مصر، يعني الناس اللي في مصر اللي هم كانوا انفكتد باي جرام بوزيتيف قليل قوي. معظم الانفكشن جايه بمالتي دراج ريزيستنت جرام نيجاتيف انفكشن. احنا عشان عندنا الكوميونتي اساسا هو الجرام نيجاتيف هو اللي غالب، فعشان كده ده بيرفلكت الموجود جوه الكوميونتي. لكن بره بقى وضعهم ممكن يكون مختلف، عشان كده الليترشر بتريكومند حاجه ممكن ما تكونش ابلايد عليها. لكن ان جنرال عشان الناس ما تتوهش، يعني احنا ايوه بنكفر بحاجه بيتا لاكتام بتكفر برود سبيكترم، بتكفر الجرام نيجاتيف بلس حاجه بتكفر الجرام بوزيتيف. حاجه دي بقى تطلع لاينزوليت، تطلع فانكومايسين، تطلع وات ايفر، بس حاجه تكفر الام ار اس اي. يعني في سؤال على السيكولي اوف كوفيد ريجاردنج اللنج زي فايبروزس او كده، وفي سؤال على البوست ريكفري سيمبتومز. يعني هما الاثنين مرتبطين ببعض، اي ثينك السؤالين مرتبطين ببعض، البوست ريكفري سيكولي او بوست كوفيد سيندروم، او هي دي يعني اي ثينك ات از ا فيري فيك تيرم دلوقتي اسمه بوست كوفيد سيندروم. بوست كوفيد سيندروم اكشوالي هو الناس وصفته على حاجه اسمها زي كانه كرونيك فاتيك سيندروم، اللي بيحصل من بعض انواع الفيروسز زي الايبشتاين بار فيروس او ساتوميجالو فيروس، وممكن يبرزيست مع الشخص 4 مانثز، ان العيان يحس بفاتيج ومش قادر وكده. ده المنظر ده سموه بوست كوفيد سيندروم. لكن الناس لغايه دلوقتي مش قادره تقول هو هل هو اتس ريلي ريليتد للفيروسز، هل هو اتس جاست يعني عشان حصل العيان ده دامج للنج فالكاباسيتي بتاعه الميتابوليك كاباسيتي بتاعته كايفورت قلت، هل علشان حصل ويستنج لو عند ذات العيان سيفير حصل ويستنج اثناء الفتره الريكفري دي، وي دونت نو. يعني كل دي اسئله ملهاش اجابه، بس البوست كوفيد سيندروم اكزيست، وهو بتوصف حاله ان بعض الناس بيحصل لها بيرزيستنت ويكنس اند فاتيج بعد ما العيان يريكفر من الكوفيد. طيب هل في رول للسيرم بروكالسيتونين as a guide before using اكتمرا؟ هو احنا بنعمل القصه دي دلوقتي بقينا نعملها روتين، يعني قبل ما ندي، يعني هو لو انت بنراجع الاستاديز اللي احنا بنبص عليها اللي ادوا اكتمرا، one of the indication من اكتمرا ان هو بيكسكلود بكتيريا انفكشن، يبقى لازم نكسكلود بكتيريا انفكشن بيفور ان احنا ندي الاكتمرا. طيب هنكسكلود بكتيريا انفكشن ازاي؟ لان الاكتمرا ده انترلوكين 6 انهبيتورز، والانترلوكين 6 ده بيبقى انفولفد في البرو انفلاماتوري سايتوكاينز. لو البكتيريا دخلت لازم هو من حاجات اللي بتنيشيت الانفلاماتوري بروسيس اللي بتكيل البكتيريا. فلو احنا انهبيتنج الانترلوكين 6 ده فلير اب الانفكشن، عين ممكن يضاي. فعشان كده لعبه الاكتمرا دي اتس فيري سيريس، لازم فعلا اكسكلود العين ما عندوش بكتيريا انفكشن عشان نعرف نديه. طب ازاي اكسكلود؟ This very difficult على فكرة، مش سهل خالص انك تكسكلود لعند عنده بكتيريا انفكشن، لان معظم الكالتشرز اللي بتطلع نيجاتيف، مفيش كالتشرز كتير قوي بدك تطلع لنا بوزيتيف. فانت ما عندناش حاجه من غير حاجتين، يا اما تعتمد على ماركرز، يا اما نعتمد على
معامل زي سي بي سي وتوتال اكسيتيك كاونت. في ناس بتعتمد على الليوكوسيتوزيس از ماركر اوف ذا يعني سكندري بكتيريا انفكشن، دي وان اوف ذا تول. الناس الثانيه بتعتمد على البروكالسيتونين على اساس ان هو البروكالسيتونين لو هو ما عندوش بكتيريا انفكشن هيبقى نيجاتيف. احنا بنعمل كده ان احنا وانس ان احنا عيان بروفد ان هو انديكيتد فور انه ياخد اكتمرا بنعمل بروكالسيتونين اف نيجاتيف. ده بيدينا شويه يعني كونفيدنت ان احنا ممكن ندي ان هو انتن اكسكلود بكتيريا انفكشن، بس ذيس نوت ا جارانتي لسببين. ممكن يبقى فيه فولس نيجاتيف يعني البروكاستون يبقى نيجاتيف والعيان عنده انفكشن، ده وارد بالذات في النيمونيا. على فكره النيمونيا من الحاجات اللي ممكن ما تعليش قوي البروكاستون. الحاجه الثانيه والاهم البروكاستون ممكن يعلى في لما السيتوكاين بتقل قوي، ده يعلي البروكاستون من غير ما يكون في سكند بكتيريا انفكشن. فالحاجتين عندنا ممكن يحصلوا، لكن دلوقتي احنا بنستخدم بنستخدم البروكاستونين از يعني كونفيرماتوري تيست زي ما اقول عشان اكسكلود سكند بكتيريا انفكشن. طيب وهل وجود كارديتس او نفرايتس بيغير في المانجمنت بلان ولا مجرد سبورتيف تريتمنت؟ كارديتس مايوكارديتس قصدك؟ ايوه مايوكارديتس او نفرايتس. البلان مقصود بها ايه المانجمنت بلان؟ ده سؤال، هل المانجمنت بلان بتتغير لو العيان presenting with myocarditis او نفرايتس؟ عيان عنده myocarditis ممكن يستفيد من high dose of intravenous immunoglobulin، دي من ضمن الحاجات اللي ممكن تتاخد في myocarditis وان كان معلاش evidence واضح، بس دي من الحاجات اللي ممكن شوية تحسن الفانكشن بتاع الهارت لو انت فعلا الناس proved ان ده عنده myocarditis. I don't think ان nephritis من الحاجات اللي ممكن تغير البلان الا لو احنا اعتبرنا ان نفرايتس او العيان دخل في اكيوت كيدني انجري اللي هو قصده كده، ده من الحاجات اللي ممكن تاجل ان انا ادي اكتمرا. الاكتمرا من الحاجات اللي هي مش المفروض تتاخد لو العيان عنده سيفير رينال امبيرمنت او سيفير ليفر دامج، دي من الحاجات اللي كونترا انديكيتد ان انا ادي فيها الاكتمرا. لكن مفيش دراج سبيسيفيك للنفرايتس ان انا هزود يعني حد دواء زياده او كده، حتى تشخيصه هيبقى فيري ديفيكلت ان انا اشخص ده كلمه نفرايتس هي اكيوت كي دي انتري جو ديفر بقى الانجري مين يعني. طيب ده ذا فايرال لود هاف ا رول ان ذا سيفيريتي اوف ذا ديزيز؟ الفايرال لود ملوش اي علاقه بالسيفيريتي اوف ذا ديزيز، ودي فاكت احنا يعني اكشوالي عندنا الداتا بتاعتها وفي ناس كتير قوي غيرنا بيتكلموا على القصه دي، لانه اكشوالي الفيرال لود في المرحله دي مش بيحدد قوي، بيكون دايما الكاسكيد بتاعه الانفلاماتوري بروسيس بدات، وهو اكشوالي كان الفيرال لود كان بادي قبليها من فتره عالي. لكن لو انا ببص على عيان في يعني ات وان شوت ديورينج اي سي يو ادمشن، دايما الفيرال لود في بعض في معايير كتير قوي از نوت فيري هاي، ودايما وده مش بيعكس الانفلاماتوري رياكشن بتاعتهم. بعض الاستدي وان اوف ذا ستدي جايه من السين بتقول ان في يعني دايركت ريليشن شيب بتوين ذا فايرال لود مش الديجري اوف ذا اي ار دي اس على الديجري. هو كان بيقيس انفلاماتوري ماركر زي او مش انفلاماتوري ماركر، كان بيقيس زي حاجه زي الانجيوتنسين. بيعتبر الانجيوتنسين وان اوف ذا يعني الماركرز اللي هي امبليكيتد في الدامج بتاعت اللنج. لكن مفيش احنا على مستوى المعامل بتاعتنا ما عندناش اي ريليشن شيب بتوين الفيرال لود وقصه ال السيفيريتي اوف ذا ديزيز. طيب و الاميونيتي افتر ريكفري فروم كوفيد 19 مالها؟ What about immunity after recovery from COVID-19؟ ما اعرفش يعني مش عارف السؤال، بس يعني مش عارف اجابه السؤال. يعني هو مكتوب a recent study discussed that only 5% of the recovered cases developed immunity. قصده حضره long standing immunity قصده؟ Yes. Immune against the virus again يعني. Yes.
ده من ضمن الأسرار اللي محدش اكتشفها أو محد عارفها. ليه؟ أو محدش إجابة كل الكلام. ما ممكن المسائل السؤال ده أو يعني ممكن ما أعرفش منشر إزاي مع الأرتكل دي. الإميونيتي فيها جزئين مهمين جدا الناس مش واخدة بالهم منهم. جزء مرتبط دايما، إحنا بنقيس الإميونيتي إزاي؟ بنقيس الإميونيتي بالأنتي بودي، يعني العيان ده عنده أنتي بودي، فالعيان ده عنده إميون، خلاص؟ وانس الانتي بودي مشيت وقفت او نزلت يبقى العيان ده نوت اميون. اكشوالي القصه دي مش اكيوريت 100%. ليه؟ لانه في ريسنت في النيتشر ظهر ستدي او ظهر اديتوريال بيتكلم عن القصه دي تحديدا. احنا ما نعرفش الناس اللي بتاخد الديزيز هل هم هيفضلوا اميون فور هاو لونج، ما عندناش الداتا دي لسببين. اول حاجه احنا ما قسناش الانتي بودي، احنا الديزيز لسه كان شورت قوي، ما عرفناش الانتي بودي بتقعد في الجسم لغايه قد ايه. تاني حاجه ان التكوين الانتي بودي مرتبط بالسيفيريتي اوف ذا كيسز، يعني كل ما العيان كان عنده ديزيز سيفير كل ما كانت الانتي بودي فيري هاي، وكل ما العيان كان اسيمتوماتيك كل ما كانش العيان بيكون انتي بودي. دي حقيقه. لكن الاهم من كده ان الاميونتي مش مرتبطه بس بالانتي بودي وجودها مش او مش وجودها، مرتبطه بالتي سيل. عارفين الاميونتي عندنا تو تايبس اميونتي، هيمورال اميونتي و سيل ميديتد اميونتي. الهيمورال اميونتي اللي هي الانتي بودي، لكن الجزء اللي احنا ما بنقدرش نقيسه وما نعرفش اللي هي التي سيلز، يعني بمعنى الفيروس دخل التي سيلز فيها ميموري بدات تخزن الميموري دي، الانتي بودي نزلت في الجسم، هل لما الفيروس دخل تاني هل التي سيلز هتعرف تتعامل مع الفيروس ولا لا؟ وي دونت نو، ما نعرفش. هل لما الانتي بودي دي اختفت السيلر اميونيتي تقدر تتعامل مع الفيروس؟ يس ممكن، بس ازاي نقيس السيلر اميونيتي؟ مفيش لينا يس. يعني اجابه السؤال ده ما نعرفش اي حاجه عن فور هاو لونج العيان هيفضل اميون بعد ما ياخد الفيروس، مفيش اي داتا عن القصه دي، نوثينج يعني. وبالتالي the reinfection ممكن يحصل reinfection. ده كده الكلام ده ايه؟ ده العيان ده لسه الفيروس ما حصلوش ميوتيشن، ده بنتكلم في الفيروس الموجود حاليا اللي هو لسه ما فيش داتا ان حصل ميوتيشن فيه. لكن بقى وانس طبعا حصل ميوتيشن خلاص بقى. معنى احنا بندي من 3 ل 5 ايام الجرعه العاليه، وبعد كده بننزل بالتدريج لغايه ما نوصل عند 7 او 10 يوم للجرعة اللي هي تقريبا 0.5 ملي جرام بير كيلو جرام بير داي، اللي هي تقريبا 40 ملي جرام بير داي لو احنا بنتكلم بالارقام، يعني في الافريج 70 80 كيلو. فهي دي التيبرنج بتاعنا، لكن مفيش حاجه واضحه او صريحه بان في بروتوكول واضح زي بتاع الاي ار دي اس مثلا تدي على 1 ل 2 وبعد كده كل 5 ايام بننزل نص، مفيش كده. لكن الفكره كلها بندي من 1 ل 2 ملي جرام، بعد كده بنبتدي كل 3 ل 5 ايام نبتدي نتابر بالنص الواحد لغايه ما نوصل نثبت الجرعه على 0.5 ملي جرام بالكيلو جرام. اي ثينك الجرعه دي بيكمل العيان عليها في المستشفى لغايه الشارج، وفي بعض العيان بقى بيكونتينيو بعد الشارج على الجرعه. بس ده برضه ده كل ما فيش حاجه عليها ايفيدنس يعني. طيب هل استخدام الانستيول او الفولتارين في البيشنتس ويز فيفر في ريسك؟ يعني موضوع النانسترويدال ده برضو جه في الاول عليه ديبيت كبير قوي، قال النانسترويدال انتي انفلاماتوري ده بيزود قصه الفيرال انتري، وبعد كده قالوا لا الفير بتاعه مش قوي قوي. وبعدين اتكلموا على الكوكس 2 انهبيتور اللي هو دواء زي السيلبريكس، قالوا لا ده ممكن الكوكس 2 مش النون استرويدال العاديه، ده يبقى ممكن ده كمان تستخدم في العيان اللي عنده انفلاماتوري سايتوكاينز، يعني يقلل السيتوكاين انفلاميشن. فالداتا بالنسبه للنون استرويدال مش واضحه قوي، يعني عليها كونتراديكتوري، بس اتس بيتر تو افويد يعني نون استرويدال الا لو انت هتديه بس جرعه جرعتين اتس اوكي، لكن مش ان هو يتاخد طول الكورس بتاع الديزيز، لان احنا ما عندناش اكشوالي داتا واضحه هل هو بنفيشال ولا هو هارمفول يعني. طب either rule for lactoferrin in early decrease or inhibition of viral replication. كل الكلام ده يعني evidence بتاعه ضعيف جدا وكده يكون منعدم.
I don't believe في in دكتور تامر social عطية عنده justice. points of vision. فتامر من فضلك حضرتك unmute your audio. دكتور تامر. طيب احنا متهيألي غطينا. في سؤال بقى عشان انا مأجلاه للآخر واتسأل مرتين. طبيب الأسنان الذي توفى في الفرنساوي بسبب النزيف بعد التعافي من الكورونا، هل السبب إن الجرعة كانت عالية ولا إيه السبب؟ ما اعرفش هل السبب ان هو هاي دوز، ات مي بي، ما اعرفش، وي دونت نو. يعني ما احنا اتفقنا ان احنا ما نعرفش زي ما اتفقنا، وي دونت هاف ا كلير جايد للايديال دوز اوف ذا انتي كواجوليشن. يعني اتس ان انترميديت دوز او ثيرابيوتيك دوز، ما عندناش كلير كات، لان احنا اكشوالي عاينين على ثيرابيوتيك دوز حصل لهم ادفانسز، وده جالهم منهم امبوليزم اكشوالي في الاي سي يو. احنا عندنا 3 بيشنتس جالهم بالمونري امبوليزم وهم على ثيرابيوتيك دوز اوف انتي كواجوليشن. ف وي دونت نو ويذر ذا ثيرابيوتيك دوز از ا هاير ذان ريكوايرد اور ليس ذان ريكوايرد، بيكوز وي دونت هاف ا كلير جايد وات از ذا بيست دوز فور انتي كواجوليشن. بعض الاكسبرت اوبينيون بيقولوا الانترميديت دوز، بس مثلا ده مستشفى زي مثلا ماونت سيناي الدوزج ريكومنديشن بتاعتهم واضحه جدا في البروتوكول بتاعهم، بيدوا فول ثيرابيوتيك دوز. فما اقدرش برضو اقول ان ثيرابيوتيك دوز دي هاير ذان ريكوايرد. فانا وي دونت نو، ما نعرفش. طيب الساده الحضور اوكي. طيب هل حد من الحضور تاني عنده اي اسئله؟ اوكي. طيب دكتور مختار، يعني احنا استمتعنا بمحاضرة حضرتك جدا، وشكرا على كل هذه الأسئلة. شكرا للحضور، special thanks من الـ LRC، وإن شاء الله حضراتكم تابعونا على الصفحة والويب سايت for the upcoming lecture under the title of COVID-19 what we know after 8 months. Thank you and we are going to end the meeting. دكتور مختار شكرا، وتصبح على خير. شكرا.